هدخل حالا دلوقتي، انا مش مصدقه اني هشوف بيبي لسه مولود. السلام عليكم، الف مبروك. سلام عليكم يا دكتور، الف مبروك البيبي. بصوا الجمال، بصوا انا معايا ايه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا بسم الله ما شاء الله. معايا دكتور طارق محمد ابو المعاطي، استشاري مساعد حديث الولاده. السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله، اول حاله ولاده تتولد في المشاعر في عرفات. بيبي ولد الحمد لله، ولاده طبيعيه، وزنه الحمد لله كويس، 3 كيلو و40 جرام. الام الحمد لله تتمتع، ام باكستانيه 34 سنه، عندها ثلاثة حمل، ده الحمل الثالث. ولدت قبل كده ولادتين طبيعيين، والاطفال طبيعيين، والبيبي الحمد لله اتولد ولاده طبيعيه، وعلاماته الحيويه كويسه الحمد لله.